شركة اونر اعلنت عن موبايل جديد من فئة الاقتصادية والموبايل دوت جاي بمواصفات كويسة قصاد السعر واحنا هنا بنتكلم عن موبايل اونر بلاي 5 تي يوز فقبل ما نبدا اللايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات وانا باذن الله هرد عليك ومن غير ما اطول عليكم تعالوا نبدا في الحلقة الموبايل هيجي بطول 165 ملم وعرض 76 ملم وسمك 9 ملم وبوزن في حدود 191 جرام وظهر الموبايل هيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك مع وجود اربع كاميرات خلفيه وفلاش ليد وبيدعم تركيب شريحه الاتصال من نوع النانو مع دعم شبكات الجيل الرابع وبيدعم كمان منفذ السماعات التقليدي 3.5 وبالنسبه للصوت الخارجي فالصوت هنا من غير نقاش هيجي احادي بما ان هو موبايل اقتصادي وبالنسبه للشاشه كيف الشاشه تيجي من نوع اي بي اس بمساحه 6.6 بوصه مع نسبه استحواذ 84% بدقه 720 في 1600 بكسل بابعاد 20 الى 9 بكثافه بكسلات 266 بكسل لكل بوصه وبالنسبه يعني لمواصفات الشاشه فهي شاشه تقليديه جدا وما فيهاش اي مميزات تميزها عن بقيه الشاشات الموجوده في نفس الفئه السعريه ممكن تكون برده مش افضلهم. وبالنسبه للرام والذاكره فالموبايل هيجي نسخه واحده وهي 128 جيجا مع 6 جيجا رام وبيدعم تركيب بطاقه تخزين خارجيه بس هتضطر تستغنى عن شريحه من شريحتين اتصال اما بقى من ناحيه نظام التشغيل والاداء فالموبايل هيجي نظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة ماجيك يو اي 4 بس للأسف لسه من غير خدمات جوجل مع معالج ميتا تيكيليو بي 35 بدقة تصنيع 12 نانومتر مع 8 أنوية بتردد يصل ل 2.3 من جيجا هرتز مع معالج رسومي باور في ار جي اي 2820 وبالنسبة يعني أداء المعالج دوت فأحب أقولك إن هو هيديك أداء كويس قصاد السعر بتاع الموبايل دوت بس انا يعني كنصيحه مني ممكن تزود حاجات بسيطه وتجيب موبايل افضل منه بكتير واللي هقول عليه يعني في اخر الفيديو وبالنسبه للكاميرات فالموبايل هيجي باربع كاميرات خلفيه الاولى بدقه 13 ميجا بكسل والكاميرا الثانيه بدقه 5 ميجا بكسل وهي كاميرا الترا وايت والكاميرا الثالثه والرابعه بدقه 2 ميجا بكسل واحده منهم ماكرو وواحده سنسور وبيجي معاهم فلاش ال اي دي وبيدعموا تقنيه البانوراما والاتش دي وتقدر تصور فيديو بدقه فول اتش دي بسرعه 30 تر في الثانيه اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه فالموبايل هيجي بكاميرا اماميه واحده بدقه 8 ميجا بكسل وتقدر تصور فيديو بدقه فول اتش دي بسرعه 30 في الثانيه وبالنسبه لي يعني اداء الكاميرا ديت فما اقدرش اديك حكم بشكل مؤكد علشان يعني لسه مفيش معلومات عن فتحه العدسات بس يعني من الارقام الواضحه دلوقتي تقلق شويه علشان الميجا بكسل هنا قليله وفي الاخر دوت موبايل اقتصادي. وبالنسبه للتقنيات التقنيات فالموبايل هنا هيدعم تقنيه الوفاء دايركت والبلوتوث من اصدار 5.1 ومعهم كمان الجي بي اس اما بقى من ناحيه البطاريه فهتيجي بسعه 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بقوه 22.5 واط مع شحن من نوع تايب سي وبالنسبه لحجم البطاريه سرعة الشحن فالاثنين ممتازين قصاد الفئه السعريه حجم البطاريه كبير وسرعه الشحن ممتازه قصاد السعر وبالنسبه للالوان فالموبايل هيجي بلونين الاسود والازرق واخيرا سعر الموبايل فالموبايل نزل بسعر 200 دولار يعني حوالي 3140 جنيه مصري و750 ريال سعودي و1785 درهم مغربي و140 دينار اردني و550 دينار تونسي و26000 دينار جزائري و290000 دينار عراقي كده انا خلصت كل حاجه على الموبايل وبالنسبه للراي فيه كعموما ممكن تزود في حدود 40 دولار وتجيب موتورولا موتو جي 60 اللي جاي بفرق مواصفات كبيرة شوية من حيث يعني المعالج والشاشة والكاميرات اللي بدقة أعلى بكتير ونروح بعيد ليه الفيديو اللي قبل دوت كنت بتكلم عنه بس كده وعايز كمان أشوف رأيك أنا في التعليقات بس تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس ولو عندك أي سؤال سبري في التعليقات وأنا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم